للحديث عن تراجع الدور الأمريكي في اليمن في ظل استمرار تغول إيران وميليشياتها فيه وتهديدهما أمن المنطقة، معنا من إسطنبول الصحفي اليمني السيد محمد الأحملي. سيد محمد، مرحبا بك. ما السر يا ترى وراء تراجع الدور الأمريكي في اليمن الذي وصف بأنه مخيب للآمال؟ تحية لك أخي العزيز وللمشاهدين. في الحقيقة تراجع الدور الأمريكي، يعني ربما هذا التوصيف قد لا يكون دقيقا بالنظر أيضا إلى العديد من المواقف التي تكشف عن تواطؤ أمريكي واضح مع مشروع الحوثي في اليمن منذ وقت مبكر. لم تكن المواقف الأمريكية على قدر المسؤولية وعلى قدر التزام الولايات المتحدة الأمريكية بمسار التسوية في اليمن والتحول الديمقراطي في البلاد منذ انقلاب ميليشيا الحوثيين. كان الموقف الأمريكي ضبابيا إزاء الانقلاب والحرب التي شنتها ميليشيا الحوثيين على المجتمع اليمني. ربما كان لدى الولايات المتحدة الأمريكية أو بعض دوائر صناعة القرار في الولايات المتحدة الأمريكية مقاربات هي تبدو هي بالتأكيد مقاربات مغلوطة، لكنها تنظر إلى الملف اليمني من زاوية المخاوف الأمريكية إزاء تجاه ما تعتبره الإرهاب في اليمن، والنظر برؤية قاصرة تجاه مشاكل اليمن وتعقيدات الملف اليمني، وبالتالي رأت في ميليشيا الحوثيين كما يرى كثير أنه قد تكون هذه الميليشيا ذراع أو أداة لاستخدامها كأداة وظيفية في لتبديد مخاوف الولايات المتحدة الأمريكية تجاه ما تعتبرها جماعات تصفها جماعات إرهابية أو لا تروق للولايات المتحدة الأمريكية، وهو مصطلح عادة يستخدم في سياق فضفاض لتمرير مصالح أو مشاريع معينة، لكنها للأسف أضرت بالقضية اليمنية وساهمت في إطالة أمد الصراع والمعاناة. أستاذ محمد، صحيفة دهل أكدت أن انسحاب واشنطن من الملف اليمني سيترك الساحة مفتوحة أمام إيران. كيف يعقل أن أمريكا ممكن أن تفسح المجال بهذا الشكل لمن يفترض أنه عدو حسب ما يعني يشاع في الإعلام؟ الحقيقة أنه لا يجب التعويل كثيرا على الدور الأمريكي في إنهاء معاناة اليمنيين ومواجهة مشروع إيران في اليمن، بل ينظر كثير من المراقبين إلى أن هناك نوعا من التخادم الأمريكي مع المشروع الحوثي الإيراني في اليمن، ربما لحسابات أخرى أو جزء من أوراق التفاوض سمحت الولايات المتحدة الأمريكية لإيران باستخدام الملف اليمني في سياق التفاوض حول الملف النووي الإيراني. وبالتالي التعويل الأهم والذي يفترض أن يكون حاضرا هو ما مدى أو ما هو دور اليمنيين أنفسهم والمحيط الإقليمي وخاصة المملكة العربية السعودية التي تعتبر يعني هي التي تقود التحالف لاستعادة الشرعية في اليمن، يفترض أن يكون دورا إيجابيا وأن يتم معالجة الإخفاقات وجوانب الأخطاء التي رافقت عملية التدخل في اليمن لمواجهة مشروع الحوثي واستعادة الدولة اليمنية. حتى هذه اللحظة لا تزال مناطق المحررة يعني ساحة للفوضى والميليشيات المسلحة والانقسامات، والدور الذي مارسته أيضا حتى الإمارات في اليمن كان مخيبا للآمال وساهم في تمكين ميليشيا الحوثيين في مناطق سيطرتها مناطق الكثافة السكانية. وبالتالي التعويل الأهم هو على دور اليمنيين في استعادة الدولة اليمنية ومواجهة المشروع الحوثي وفرض المشروع الوطني واستعادة الدولة واسقاط الانقلاب، وبالتالي سيتمكن اليمنيون بدعم عربي بالتأكيد في مواجهة المشروع الإيراني وإنهاء هذا النفوذ الإيراني من خلال الميليشيا الحوثية. طيب، ما خيارات الآن التحالف العربي الرافض بالأساس لاستمرار تغول إيران في المنطقة؟ كما قلت يجب أن يكون هناك عملية تقييم شاملة لمسار الحرب طوال السنوات الماضية ومعالجة جوانب الإخفاقات والأخطاء التي رافقت
عملية التدخل العسكري في اليمن ودعم حضور الحكومة الشرعية وإنهاء الانقسامات ومنع أيضا إنشاء ميليشيات خارجة عن هياكل مؤسسة الدولة اليمنية. هذا هو الخطوة التي تأخرت كثيرا والتي نادى بها الكثير من اليمنيين والناشطين ل يعني محاولة لملمة الملف اليمني وإعادة مسار التدخل العربي في اليمن والدعم العربي في اتجاه إنهاء مشروع إيران في اليمن من خلال الميليشيا الحوثية. وبالتالي يفترض أن يكون هناك أول خطوة هو عملية تقييم لأداء التحالف العربي ودعم مؤسسة الجيش في اليمن بالإمكانيات الممكنة وتحريك الدبلوماسية اليمنية وتفعيل دورها في إسناد جهود عملية التحرير لإنهاء سيطرة الميليشيا الحوثيين على المناطق التي لا تزال تحت قبضتها. وضحت الصورة، شكرا جزيلا لكم. كنت معنا من اسطنبول الصحفي اليمني الأستاذ محمد الأحمدي.